السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها باتجاه المخا، وتدور معارك عنيفة على أطراف المدينة وسط تأكيدات عسكرية أن استعادة السيطرة على المخا بات قريبا. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: التطورات الميدانية باتجاه استعادة السيطرة على المخا، وأهمية استعادة المخا ودلالاتها في سياق المعركة مع الإنقلابيين. معركة المخا التي تأخرت كثيرا بحسب البعض انطلقت أخيرا، وباتت المدينة مفتاح الساحل الغربي على موعد مع التحرير وطرد ميليشيا الحوثي والمخلوع منها. تقول الأنباء الواردة من هناك إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى منطقة المحجر على بعد 5 كيلومترات من المديرية، فيما حجم القوات المشاركة في العملية العسكرية توحي بأن المعركة ستكون سريعة الحسم، مع مشاركة واسعة لطائرات التحالف العربي والبوارج البحرية. تكتسب معركة المخا أهمية كبيرة بوصفها مدينة استراتيجية على الساحل الغربي، واستعادتها ستمكن قوات الشرعية من قطع أحد خطوط التهريب الذي لا يزال فاعلا لإمداد الميليشيا باحتياجاتها العسكرية، كما يساعد على حماية الملاحة الدولية القريبة من باب المندب التي بقيت تحت تهديد الميليشيا خلال الفترة الماضية. مشاهدينا، سنبدأ النقاش بعد أن نشاهد هذا التقرير. بعد أسبوعين من انطلاق عملية الرمح الذهبي، تدخل معركة الساحل الغربي مرحلة جديدة من السيطرة والتهديد. الساعات القليلة الماضية شهدت أعنف هجوم للجيش الوطني بحسب مصادر عسكرية، فإن هجوما مكثفا شهدته الجبهة على مواقع وتحصينات للميليشيا في محيط مدينة المخا. استطاع الجيش من خلاله السيطرة على منطقة أبو رزيق ومنطقة واحجة الذي تبعد عن مدينة المخا حوالي 5 كيلومترات، كما تعد بحسب مهتمين واحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيا الإنقلابية في مدينة المخا. تأخذ المعركة أهميتها من موقع المدينة الاستراتيجي الواقع جنوب البحر الأحمر الذي يستخدم كممر للملاحة الدولية، وهو ما دفع التحالف العربي لنشر بوارجه الحربية في المياه الإقليمية، حيث تسهم من وقت لآخر بقصف معاقل للجماعة المتمردة التي وجدت نفسها مضطرة لإطلاق التحظيرات حول السفن التجارية. تحظير الميليشيا جاء في الوقت الذي تواصل فيه بوارج التحالف ومقاتلاته الجوية قصف عدة مواقع على أجزاء واسعة من الشريط الساحلي الممتد من مضيق باب المندب وحتى سواحل محافظة الحديدة. إذن مشاهدينا، سنبدأ النقاش وينضم إلينا الناشط الإعلامي عمر دوبلة من المخا. سيد عمر، مرحبا بك. أهلا بك سيد عمر. يعني خلال الأيام الماضية كانت الأنباء تتوالى عن اقتراب القوات الشرعية من المخا، فيما أخبار تتحدث عن دخول جزء من القوات إلى المدينة. ما هو الوضع القائم فعلا هناك؟ نعم أخي، الحمد لله، نحمد الله سبحانه وتعالى أولا ونشكره على هذا النصر العظيم الذي حققناه بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. فقوات الجيش الوطني الآن تقترب من مدينة المخا، لا يفصلها سوى أقل من 5 كيلو. نعم. لا يعني لا يفصلها اقل من 5 كيلو. الان انهار تماما هروبهم يعني بشكل غير متوقع. لم نكن نتوقع ان هذا الانهيار الذي هم فيه سيكون بهذه الصوره. نعم. ما هي ابرز المواقع التي تم السيطره عليها خلال الساعات الماضيه من قبل الجيش الوطني على مشارف المخا؟ على مشارف نحن تقدمنا من قرية الجديد وثم قرية الكدحة واحدة لم تحصل فيها أي مواجهة، ثم توقفنا الآن على بعد أقل من 5 كيلو عن ميناء المخا ومدينة المخا. نعم. الآن يعني ميناء المخا ومدينة المخا هي تحت نيران قوات الجيش الوطني. العدو منهار كما ذكرت، وهم الآن بيوب في بعض المناطق في يعني في بين الأشجار، بيوب بسيطة سيتم التعامل معها والدخول إلى المدينة. نعم. أين تتركز المواجهات في الوقت الحالي بين الجيش والميليشيات؟
الآن لا توجد أي مواجهة، لا، لكن هناك أوامر بالتوقف ثم بإذن الله. يعني المواجهات متوقفة تماما حاليا على مشارف المدينة؟ ما في أي مواجهة. لماذا؟ لا، قلت لك يعني أن العدو بحمد الله سبحانه وتعالى يعني منهار تماما، لا توجد لديه الأسلحة التي يقاوم. لكن ما زال مسيطر على مدينة المخا حتى اللحظة. من؟ العدو الميليشيا، يعني هو ما زال متواجد في المدينة؟ نعم، متواجد بأفراد مشتتة وجيوب بسيطة. لكن ما السبب في أنت تتحدث عن توقف المعارك على مشارف المدينة حاليا؟ هل هناك أسباب أوضحتها القيادة العسكرية؟ نحن حفاظا المدنيين لما يعني نقتحم المدينة بصورة عشوائية، سيتم التعامل مع هذه الميليشيات بطريقتنا الخاصة. نعم، أن تتحدث عن أيضا أن منطقة الجديد وأيضا واحجة والمحجر أنها تم تحريرها من الميليشيا، هل باتت هذه المناطق مؤمنة بالكامل؟ نعم والحمد لله. نعم، إذا أشكرك جزيلا الناشط الإعلامي عمر دوبلة، كنت معنا عبر الهاتف من المخا. سينضم إلينا الآن رئيس عمليات اللواء 17 العقيد عبدو حمود الصغير، سينضم إلينا من تعز. مرحبا بك سيادة العقيد. حياك الله أخي الحبيب وحياك يا ضيوفك الكرام. أهلا بك سيادة العقيد. سأبدأ معك من ما طرحه الأخ عمر دوبلة الناشط الإعلامي من المخا، أن العمليات العسكرية توقفت تماما على مشارف مدينة المخا. لماذا نستوضح منك كونك قيادي في الجيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن ندرك تماما ان دخول مدينه كالمخا تحتاج الى كثير من التريث من ناحيه حقول الغام المتواجده الان حول المدينه بشكل كبير جدا، واستقامه الميليشيات بزراعتها بشكل او باخر. الان تتم عمليه تمشيط الجيوب المتواجده حول المخا في اكثر من اتجاه، يتم ايضا نزع حقول الغام المتواجده في هذه الاماكن. لا شك أنها عملية عسكرية وتحتاج إلى كثير من الخطط في هذا الجانب لإزاحة جميع العقبات ودخول المخا بطريقة آمنة وعدم تأثر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المدعومة والمسنودة بقوات التحالف، وأيضا لترك الفرصة للمواطنين بالالتزام أو يلتزموا منازلهم. نعم. حتى لا تحدث خسائر بين المدنيين. نعم، هل يعني هناك مدة زمنية محددة لحسم المعركة في المخا، أم أنها يعني بحاجة إلى وقت كبير لما ذكرت يعني لخروج المواطنين بشكل آمن وأيضا الخلاص من مشكلة الألغام؟ أخي الحبيب، معركة المخا محسومة بالتأكيد. نعم. ما يتم الآن هو أن تسير القوات وفق خطة وعملية منظمة، وبالتالي أن تتأخر العملية اليوم أو يومين لا يؤثر ذلك، لأنها قد أعدت بعناية وبطريقة مركزة وبإعداد وتطورات واضحة للمعركة، وبالتالي تأخر الدخول المخا هو يعتبر هدفا تكتيكيا ليس إلا، لكن مسألة معركة المخا حسمت بالتأكيد. نعم سيد سيادة العقيد عبدو حمود الصغير، يعني ما تقديركم للقوة التي لا تزال تمتلكها الميليشيا في هذه المدينة؟ لا شك أن الميليشيا زجت بكثير من أفرادها ومن المغرر بهم من كثير من المحافظات وبالذات الساحل التهامي، محاولة صد تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لكن نحن نعلم أن أبطال القوات المسلحة اليمنية المسنودة بدول التحالف وتسير رؤية واضحة ولديها من البرامج ومن الخطط وبالأسلحة ما يجعلها مؤهلة لأن تجعل هذه الميليشيات منهزمة بإذن الله عز وجل. هم الآن يتواجدون في جيوب سواء حول مدينة المخا أو ما جاورها، فرر الكثير من أذنابهم وأذيالهم وقواتهم بالأمس، وهم الآن يفرون يحاولون دغدغة عواطف أبناء المخا بقولهم أنهم سيسلمون المدينة لأبناء المخا للدفاع عنها. أبناء المخا يرحبون بالشرعية، يرحبون بالقوات المسلحة ودول التحالف، يعلمون تماما أنهم أتوا للخلاص
من هذا الكابوس ومن هذا ومن هذه الغمة التي كتمت على أنفاس شعبنا اليمني. القوات المسلحة اليمنية لديها كثير من هذه الرؤى ولديها الأمور واضحة بشكل كبير جدا. أيضا دول التحالف أو قوات دول التحالف الرؤية واضحة لها، وبالتالي مدينة المخا بحكم الساقطة وبحكم أيضا الآن أصبحت تحت سيطرة القوات المسلحة اليمنية. نعم. ولم يبقى إلا القليل جدا، وهذا سيتم في الساعات القادمة. نعم سيادة العقيد، هناك ضربات جوية مكثفة على مدينة المخا والمناطق المحيطة بالمدينة، ماذا عن المدنيين وهل هناك نزوح من هذه المناطق؟ خلال الأيام الماضية سمعنا وعلمنا المصادر المتواجدة داخل مديرية المخا بنزوح الأهالي بشكل كبير جدا من المدينة، سواء بفعل الضربات القوية على الأهداف العدو، لكن الميليشيات هي قامت بتهجير أيضا أبناء المخا بشكل كبير جدا، محاولة أيضا عمل خطوط دفاعية وخطوط وأنساق قوية جدا، لكن بفضل الله عز وجل هذه الأنساق تتهاوى وتساقط أمام ضربات القوات المسلحة والدول التحالف. الطيران يعمل بشكل حثيث وبشكل قوي جدا، ضرباته مؤثرة، دمرت كثير من الأسلحة والتحصينات التي قامت فيها الميليشيات. بإذن الله عز وجل سنشهد في القريب العاجل تحرير لكامل الساحل الغربي بشكل عام وصولا إلى ميدي. سيادة العقيد، ماذا بعد المخا؟ قلت لك أننا سنشهد إن شاء الله في الأيام القادمة تحرير كامل الساحل حتى المخا، يعني المخا هي ضمن الساحل الغربي والعملية انطلقت من أجل الساحل الغربي، أقصد هنا ماذا بعد تحرير الساحل الغربي؟ يعني هل هناك توجه للتحرك باتجاه تعز أم باتجاه الحديدة أم؟ أنا قلت لك أن هذه العملية تستهدف جميع الساحل اليمني ابتداء من ذباب وانتهاء بميلي، عملية موحدة أيضا للتخلص من بؤر التهريب ومن بؤر الدخول كثير من الأسلحة المدمرة للميليشيات والتي كانت تستخدمها الميليشيات في الأيام الماضية. لا شك أن الخطط العسكرية لا يمكن الإصلاح عنها في اللحظات الحالية. نعم. هي تسير وفق خطة معينة ومرتبة بإذن الله عز وجل. نعم، إذن أشكرك جزيلا العقيد عبدو حميد حمود الصغير، رئيس عمليات اللواء 17، من كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، سينضم إلينا الآن من الرياض رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بك وبكل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد عبد السلام. يعني انطلقت أخيرا معركة المخا والساحل الغربي، هي المعركة التي يرى كثيرون أنها تأخرت كثيرا، برأيك ما دلالات انطلاق هذه المعركة وفي هذه اللحظة تحديدا؟ طبعا معركة الساحل هي كانت معركة ذات أهمية وقصوى وكانت ذات أولوية، لكن كان هناك عوامل أساسية ورئيسية أجلت من هذه المعركة، من ضمنها أولا وقبل كل شيء الضغوط الدولية التي كانت تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية إثر في إطار نظام الديمقراطيين السابق، وأيضا كان هناك عوامل أخرى لوجستية تتعلق بالتدريب القتالي وبالمعلومة وبالجانب المادي والأسلحة. أعتقد هذه خلال السنة على الأقل شهد كثير من اليمنيين بالذات من أبناء تهامة وبعض المحافظات الجنوبية تدريب وتأهيل في مناطق عسكرية وفي قواعد عسكرية ربما في القرن الأفريقي، وهذا سهل جدا لمعرفة الساحل أكثر. وأعتقد هذه المرحلة هي مرحلة توحي بأن عملية الحسم العسكري تتجه باتجاهين، إما فرض السلام بالقوة العسكرية أو فرض الاستسلام على الحوثيين. نعم سيد عبد السلام، من خلال ضيوفي السابقين العقيد عبد وحمود الصغير وأيضا
الناشط الإعلامي عمر دوبلة من المخا، تحدثوا عن توقف القوات وتوقف المعارك بشكل كامل على مشارف المدينة. يعني هذا التوقف برأيك هل كما يعني تحدثوا أنه من أجل المدنيين وأيضا لمشكلة التريث بسبب مشكلة الألغام، أم أنه أنها قائمة على ضغوط يعني مفروضة على قوات الجيش أو بالتوقف هناك؟ لا، بالنسبة للضغوط الدولية أنا أستبعدها رغم تحركات يعني مبعوث الأمم اليوم، لكن أستبعدها كثيرا في مسألة التوقف العسكري. والتوقف له علاقة بالواقع الميداني داخل المخا، فحسب المعلومات الأولية توحي أنها يعني هذه المدينة أصبحت ملغمة كثيرا، وأيضا هناك كثير من المدنيين لا زالوا متواجدين بداخلها، وربما هو لتقليل الكلفة في أوساط الجيش وفي أوساط المدنيين بشكل عام، وأيضا يعطى فرصة أيضا للحوثيين للهروب أكثر إلى مناطق الشمال الغربي إلى محافظة الحديدة، وهو أوحت به ربما تصريحات بعض المسؤولين الحوثيين في مدينة المسيرة على أنهم يسلمون مدينة المخا لأهلها، ما يوحي أنهم سينسحبوا، وهذا الأمر في الإطار العسكري مهم جدا أن تخفف الكلفة وتخفف الثمن. وأعتقد أن الحوثيين وهم هزموا عسكريا، مستحقوا الهزيمة، وبالتالي عملية الانسحاب هو عملية هروب وليس انسحاب، ولكن بالتأكيد ستقلل حتى من خسائرهم البشرية. نعم، مع هذا التوقف وأيضا بحسب حجم القوة الكبيرة التي تشارك في العملية العسكرية في المخا، هل نتوقع يعني حسما سريعا للمعركة خلال الأيام القادمة أو الساعات عفوا؟ يعني مسألة الحسم العسكري يعني في أي معركة عادة لا نستطيع أن نحسب بحساب الساعات والأيام، يعني هي لكن إذا ما قدرناها بحجم القوة العسكرية، حجم القوة العسكرية ممكن إذا حسبت أقل من شهر والقوات العسكرية في ميدي لن تتوقف إلا في ميدي، لكن هناك ظروف تتعلق بمستجدات على الأرض دائما تفرضها المعركة تؤخر العملية أو تغير الخطة الاستراتيجية والخطة العسكرية للميدان. وأنا أعتقد الأهم ربما في التأخير وفي أيضا تقطيع المعركة إلى مراحل متعددة، ربما هذه المرحلة ستنتهي في الخوخة، ربما يعني، ولا أعرف عن الجانب العسكري أكثر مما هو تحليل ورؤية عن بعد. أعتقد أن هذا الأمر هو تتطلبه الظروف الراهنة على الأرض، يعني مدى قوة الخصم، مدى الخسائر البشرية في أوساط المدنيين، مدى قدرتك على القتال بأقل الكلفة من البشرية، ومدى قدرتك واستعدادك العسكري. أنت تعرف أن الحوثيين يستخدمون أسلحة ربما يعني هي أسلحة عصابات وليس أسلحة جيش، وبالتالي الحرب معهم كلما تتقدم أكثر كلما تتحول إلى حرب عصابات مع الهزائم العسكرية التي تنهي الجانب الظاهري للمؤسسة العسكرية التي كانت تدعمهم من قبل يعني بعض قوات التابعة لصالح. بعد الهزيمة العسكرية تتحول المعركة إلى معركة عصابات، وهذا الأمر هو يؤجل بعض القرارات في المعركة. نعم سيد عبد السلام، الأهمية لتحرير مدينة المخا إذا ما تم تحريرها بشكل كامل، ما يعني الأهمية لهذا الحدث؟ اولا يعني ميناء المخا هو سينهي ربما المعركة في تعز بأقل كلفة. ثانيا هذا الميناء مهم جدا لأنه ميناء أصبح مصدر خطر على الأمن الإقليمي وليس الأمن اليمني فقط، يعني فعبره تأتي تهريب الأسلحة والبشر وأيضا الممنوعات المخدرات وغيرها. ثالثا هذا الميناء يعني استخدمه الحوثيين بشكل كبير جدا في الوصول إلى باب المندب، وشكلوا خطر كبير على مرور السفن والتي تحمل ربما تقريبا أكثر من 30% من بترول العالم يمر من هذه المنطقة، وهذا أمر مهم جدا. أيضا تحرير ميناء المخا هو طبعا معناه إنهاء المعركة مبكرا في الساحل التهامي الحديدة، وبسقوط المخا نستطيع أن نقول سهل دخول القوات أو المرور إلى الحديدة وإلى بقية المناطق الساحل. طبعا ميناي المخا وميدي كان من أخطر الموانئ التي كانت بعيدة عن النظرة الرسمية
كان يستخدمها قطاع الطرق بإذن من قبل قيادات الدولة السابقة يعني والمخلوعة. نعم. ميناء ميدي ربما استولوا عليه الحوثيين سابقا في أيام الحروب الست من خلال شراء الأراضي المحيطة بهذا الميناء وإدخال شركات إيرانية لتوفير ربما الرصيف الخاص بالميناء. هذا أمر كان خطيرا. فسقوط ميدي والمخا معناه الساحل الغربي أصبح شبه آمن ويسهل عملية تحرير محافظة الديلة. نعم سيد عبد السلام، الميليشيا كانت قد أعلنت في بيان لها وحذرت قبل يومين السفن والملاحة الدولية من استهدافها قبالة الساحل اليمني، باعتقادك ما مدى قدرة الميليشيا على تنفيذ تهديداتها في ظل ما نشاهده من تراجع في صفوفها مؤخرا؟ طبعا هذا التهديد هو عملية يعني اعتراف بالهزيمة حقيقة، يعني مثل ما يريدون أن يخوفوا بسقف أكثر من مرتفع بينما الهزيمة على الأرض توصل المخاء. فتخويف باستهداف في باب المندب هو بسبب مخاوفهم من سقوط ميناء المخاء، وأنا أعتقد لن يستطيعوا يعني حتى لو قاموا بعملية ربما ضد بارجة وسفينة مارة من المياه الدولية، أنا أعتقد أن الظروف الحرب ستساعد قوات التحالف أكثر إذا ما هددوا هذه المنطقة، وبالتالي سيحصل التحالف على دعم دولي أكثر مما هو حاصل الآن في عملية تحرير الساحل. نعم أيضا اليوم مصر أعلنت تمديد مشاركتها في عمليات التحالف العربي في اليمن، هل لهذا علاقة بمعركة الساحل الغربي وما أهمية هذا التمديد في هذه اللحظة؟ استمرار يعني إعلان مصر استمرار دعمها للتحالف أو استمرارها المشاركة في قوة التحالف. نحن نعرف أن البحرية المصرية هي المشاركة وليست ربما قوات برية أو دفاع أو جوي. هذا الأمر يوحي برسالة، أولا أن هناك تنسيق بين قوات التحالف والقوات المصرية أكثر، خاصة بعد الحديث عن دخول أسلحة عبر هذه المناطق العسكرية البحرية، وربما حصل ضغط وهذا الضغط نجم عنه هذا التوافق والاتفاق الأخير. ثانيا يوحي بأن المعركة محسومة في الساحل لصالح التحالف، وبالتالي تعرف القوات المصرية وجودها بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية وتحت إذن الشرعية اليمنية وتحت إذن التحالف، ونحن نعرف أن الشركات المصرية بالذات التي تصطاد الأسماك أكثر استفادة من الساحل اليمني ومن المياه الإقليمية اليمنية. من الصعب جدا أنها لن تعلن المشاركة والدعم في هذه الفترة التي ترى أن المنطقة تتحرر أكثر لصالح الشرعية والتحالف العربي. نعم سيد عبد السلام، بسؤال أخير، يعني هل لا تزال الميليشيا تحتفظ بقوة تمكنها من المقاومة في المخا وسائر الجبهات على الساحل الغربي؟ بالنسبة للمخا أنا أعتقد أن حسمت المعركة يعني مبكرا، أن الميليشيات هناك متراجعة وضعيفة ولن تستطيع أن تعمل شيء باستثناء ربما ما تركته من ألغام، وربما إذا استهدفت ببعض الصواريخ المتوسطة المدى التي تسميها الزلزال وما إلى ذلك الصواريخ الإيرانية. لكن معركة الساحل أيضا تحتاج مرحلة ثانية، مرحلة أخرى من مراحل ربما ما بعد الخوخة ستكون مرحلة ثانية لتحرير الحديدة، وهذه المرحلة تتغير فيها الخطط العسكرية، تتغير فيها الأدوات العسكرية، وتتغير فيها حتى نوعية المقاتلين، لأنه إلى باب المندب ربما فيه هناك اعتماد على الوحدات الجاهزة من القادمة من محافظة لحج ومن محافظات أخرى من المنطقة الرابعة. معركة الحديدة تحتاج أيضا لمساهمة من القوات المنطقة الخامسة ومناطق تهامة أكثر، وبالتالي ستتغير يعني طريقة إدارة المعركة وأدواتها، لكن يعني معركة المخا تحسم مبكرا معركة الساحل بكثير. نعم إذن أشكرك جزيلا السيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات والأبحاث، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا القدر نصل إلى ختام حلقة الليلة من زوايا الحدث، ختاما أشكر ضيوفي كان معي عبر الهاتف
من المخا الناشط الإعلامي عمر دوبلة، وأيضا أشكر منتعز رئيس عمليات اللواء 17 العقيد عبدو حمود الصغير، وأشكر أيضا للسيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات. ختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل كمال حيدرة، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل حتى الملتقى، في أمان الله.